سنان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي نحن أصحاب، نعم نعم نعم، واضح واضح. يا سيدي نحن أصحاب عقيدة واضحة وضوح الشمس، وبكل صراحة كل من استضفتموهم يقولون سياسة وليس عقيدة. العقيدة الجعفرية تقول وبكل وضوح، كل من لا يؤمن بولاية علي عليه السلام وأولاده فهو لا يملك شيء لا في الدنيا ولا الآخرة، وهذا رأي المتأخرين والمتقدمين. والسيد الخميني رضي الله عنه قال نحن نسعى إلى وحدة سياسية وليس دينية، لأنه لا يستطيع على جلالة قدره أن يخالف ما قاله أهل البيت. السيد الدغيم يقول صراحة، وأنا ممتاز السيد الدغيم على صراحته ومكاشفته، ونحن نقول صراحة، نحن شيعة أهل البيت لدينا طموح عظيم ليس له حدود، نحن نسعى إلى التمدد على كل الآفاق. بعد انهيار صدام أصبح لدينا العراق وهناك مواقع جديدة نسعى إليها. نحن أمة لا تعرف الكلل والملل. ثق بالله الكريم يا دكتور محمد الهاشمي، أنا أقول لك بصراحة، الخليج هو الثاني، واليمن الحوثيين والزيدين إخواننا سوف يكون الطوق الذي يسعى إلى امتدادنا على كل المنطقة. نحن لا نسعى إلى الأندونيسيين أو إلى الجزائريين أو إلى أفريقيا، لأن هؤلاء يتبعون آفاق هذه المنطقة. العراق الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالحرف الواحد، رأس الأمة الشام والعراق وإيران والجزيرة واليمن. نحن نسعى إلى السيطرة على هذه المناطق، لا يهمنا أندونيسيا ولا تهمنا أفريقيا، لدينا طموح نسعى ليل نهار للسيطرة على كل الإسلام، رأس الإسلام في الشام وغير الشام. أما ما يقوله السيد الدغيم، هذا ليس بإخواننا وليس بمؤمنين، نحن لسنا بإخوان الدغيم، ويشهد الله ورسوله لا نتعرف على الدغيم لا في الدنيا ولا الآخرة. نحن أمة عظيمة، أمة جاهدنا من 1400 سنة، كنا 2000 شخص يا رجل، الآن أصبحنا 300 مليون. ماذا يقول الدغيم؟ الدغيم يعيش في وادي، والله نسعى إلى السيطرة على الحجاز وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين، والحوثيين موجودين، إخواننا الزيدية، زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي، وليس زيد ابن عمر ابن الخطاب. خليفنا الدغيم، نحن أمة لا تمد لا 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 تقطعنا حدود، نحن لدينا عقيدة واضحة هي رئاسة الأمة الإسلامية بأكملها، رئاسة الأمة بقيادة المرجعية في النجف. وقم الذي يعجبه يعجبه، والذي لا يعجبه على أن يبلط البحر. هذا هو الوضوح في عقيدتنا، لا نجامل في عقيدتنا، لا نغادر في عقيدتنا. أما من يقول سياسة الدغيم نحترمه، والله يقول ما يشفي صدورنا، ونحن نقول هذه هي عقيدتنا، نسعى إلى كل ما نستطيع أن نسيطر عليه. بغداد اليوم وغدا نجد، وعلى الدغيم أن يقول ما يقول ويسعى ما يسعى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.